مشاهدينا حياكم الله في هذا الموجز من قناة تناصح. قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويلة قال معلقا عن الاشتباكات التي تشهدها منطقة أبسلين بالعاصمة طرابلس، حيث قال أن هناك طرف يسعى لإدخال المدينة في الفوضى. رئيس حكومة الإنقاذ وفي تغريدة له على حساب رسمي على موقع تواصل الاجتماعي تويتر وصف هجوم مديرية أمن أبسلين على مقر جهاز المباحث العامة بغير المبرر، وأشار خليفة الغويلة إلى أن هناك أضرارا لحقت في بعض المباني إثر الاشتباكات التي قال أن هناك من يفتعلها. أعلن مستشفى الحوادث في أبسلين عن نقص في المعدات الإسعافات الأولية والمواد الطبية. المستشفى عبر صفحته الإلكترونية توجه بطلب توفير أصناف من معدات الإسعافات الأولية والمواد الطبية على نحو عاجل. يذكر أن الكوادر الطبية والطبية المساعدة متواجدة وتعمل بالمستشفى بعد أن تم تأمين وصولها حسب صفحة المستشفى. كشف مصدر دبلوماسي مطلع فضل عدم ذكر اسمه ذكر وصول السفير البريطاني لليبيا بيتر ميلت إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. أوضح المصدر أن ميلت سيعقد لقاءات مكثفة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية، كما سيعقد اجتماعات مع لجنة العقوبات الخاصة في ليبيا. وسيناقش السفير البريطاني إلى ليبيا خلال اجتماعه آلية اختيار بديل للمبعوث الحالي إلى ليبيا كوبلر، إضافة إلى كيفية تخفيف تجميد الأموال على الأرصدة الليبية المجمدة والمودعة في لندن. أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس عدم تمكنه من إخراج العالقين في منطقة الاشتباكات في منطقة بوسلين بسبب حدة الاشتباك. وأوضح الهلال الأحمر في بيان عبر صفحته الرسمية، حيث قال أن فريقا من المسعفين توزعوا على المستشفيات القريبة من منطقة بوسلين لتقديم الخدمات الطبية المستعجلة للجرحى والمصابين. يشار إلى أن منطقة بوسلين تشهد اشتباكات من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ أمس الخميس، ما تسبب في أضرار بالمنازل وحالة من الهلع بين المواطنين. في الخبر الأخير لهذا الموجز، حيث قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قال أن تونس تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية لضمان نجاح مساعي دول جوار ليبيا للتوصل لحل سياسي شامل في البلاد. وأكد السبسي أن بلاده حريصة جدا على عدم التدخل في الشأن الليبي الداخلي، مضيفا أن مبادرة أعلن تونس تهدف إلى تسهيل وتشجيع الحوار بين أطراف المختلفة الليبية لإقناعها بأهمية تجاوز الخلافات، وكل ذلك للوصول إلى توافق ليبي ليبي. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء. Mm-hmm.